أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع، هل يدل على أن طلب الدعاء منه وهو حي لا يسمى شفاعة؟ وما المقصود طلب الشفاعة؟ طلب الدعاء هذا شفاعة، الدعاء لأخيك هذا شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. ويطلب من أهل الصلاح وأهل التقوى يطلب منهم الدعاء إذا كانوا أحياء وحاضرين، أما أن يطلب الدعاء من الميت أو من الغائب هذا لا يجوز.